توقع البنك المركزي الفرنسي تراجع النمو الاقتصادي نتيجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ليصل إلى الصفر بنهاية الربع الأخير من العام الجاري، وهو ما يعد تحديا كبيرا أمام الحكومة الفرنسية خلال الفترة الراهنة. تراجع الإنتاج الصناعي في بريطانيا خلال أكتوبر الماضي بنحو 0.6% بضغط من انخفاض الصناعات التحويلية التي تراجعت 0.9% خلال الفترة ذاتها. وفي الصين انخفض معدل التضخم بنهاية نوفمبر الماضي بنحو 2.2% على أساس سنوي، أما على أساس شهري فارتفع التضخم بنحو 0.3% بنهاية الشهر الماضي. وفي ألمانيا تراجع فائض الميزان التجاري نهاية أكتوبر الماضي إلى 17.3 مليار يورو بعد أن سجل في الشهر السابق له 17.6 مليار يورو. هبط فائض الحساب الجاري في اليابان على أساس سنوي بنسبة 40% نهاية أكتوبر الماضي مسجلا 11.6 مليار دولار بضغط من عجز الميزان التجاري والذي تراجع للمرة الرابعة على التوالي. أما هنا في مصر أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي بنسبة تجاوزت 11% ليسجل 15.16% بنهاية نوفمبر الماضي. مشاهدينا الكرام، والآن نتابع أداء الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري بالإضافة للعملات الأكثر تداولا، ونأخذ نظرة أيضا على أسعار الذهب لهذا اليوم. ونتحول لمتابعة أداء البورصة المصرية. المؤشرات أنهت تداولات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب. المؤشر الرئيسي EGX30 يغلق مرتفعا ب 2.18% تقريبا، أكثر من 335 نقطة، والإغلاق عند 12476 نقطة. مؤشر EGX70 صعد ب 19% وأغلق عند مستوى 660 نقطة، و EGX100 صعد بأكثر من 1% لينهي التداولات عند مستوى 1647 نقطة. أحجام التداولات اليوم كانت في حدود 745 مليون جنيه مصري. أما الرابحون اليوم فكانوا 120 سهما، على رأسهم سهم العامة للصوامع، مينا للاستثمار السياحي، العربية للخزف، الغربية الإسلامية للتنمية، ورايا لمراكز الاتصالات. في مقابل ذلك خسرت أسعار 13 سهما فقط. والأكثر تراجعا في جلسة اليوم العربية لاستصلاح الأراضي، نرى أيضا عبور لاند والعربية للمحابس، المجموعة المصرية العقارية، وكفر زيات للمبيدات. مشاهدي اكسترا نيوز، من امام البورصة المصرية التي ترتفع اليوم كافة المؤشرات الرئيسية بها، المؤشر الرئيسي اليوم يرتفع بنسبة 2.7% من 100. هذا المؤشر الرئيسي يشهد او يجعل كافة المؤشرات اليوم في البورصة المصرية مرتفعة. للتعرف على تفاصيل الارتفاع اليوم في البورصة المصرية معي استاذة نجلاء فراج خبير البورصة المصرية، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي استاذة نجلاء. في البداية نتعرف على اسماء
أسباب هذا الارتفاع اليوم. ربما الأيام الماضية شهدت خسائر في البورصة، لكن اليوم نشهد ارتفاع ربما يعتبر ارتفاع جيد. النهارده طبعا شفنا ان في ارتفاع في البورصه في مؤشر الرئيسي 2.77%، يعني تقريبا 234 نقطه، ووصل المؤشر عند نقطه ال 12474. ده كان بدافع من شراء الاجانب والمؤسسات، الا ان المصريين والعرب والافراد كانوا متجهين لجني الارباح. احجام التداول كانت بتعتبر احجام تداول متوسطه، الا ان كان من اهم الاسباب الارتفاع النهارده هو تحسن اداء سهم السي اي بي واللي ليه وزن نسبي اكتر من ثلث المؤشر. طبعا في الفترة اللي فاتت كان في انخفاضات قوية جدا خلت ان الاسعار وصلت لمستوى صعب ان المستثمر يتنازل عنها، وبالتالي البيع او اللي حامل الاسهم توقف عن عملية البيع وعن عملية البانيك اللي كان فيه، وبالتالي بدأ يظهر المشتري تاني وبدأنا نشوف ارتفاعات جيدة جدا النهاردة، خلت المؤشر يتجه من اللون الاحمر للون الاخضر. ما هي ابرز اتجاهات المتعاملين وفئات المتعاملين اليوم؟ احنا زي ما قلنا طبعا العرب والمصريين والافراد هم المتجهين للبيع، لكن المؤسسات والاجانب هم المشترين، هم اللي متجهين للشراء النهارده. طبعا ده دليل، ده طبعا بعد ما كانوا بيبيعوا في الفترات اللي فاتت. دايما الاجانب بتقتنص الفرص في مرحله النزول، ودايما بتكون عندها الملاءه ان هي تخلي في ارتفاعات، وبالتالي لانها كمان بتشتري في اسهم قياديه فبتبقى مؤثره ان المؤشر يرتفع بشكل جيد. نعم، ايضا ابرز القطاعات التي ارتفعت اليوم، الأهم اليوم هو القطاعات التي ارتفعت، وإذا أمكن أيضا القطاعات التي شهدت انخفاضا. خلينا في الارتفاع، القطاعات اللي ارتفعت كان قطاع البنوك وقطاع العقارات، شفنا أن في ارتفاعات جيدة جدا. أما الارتفاعات اللي انخفضت فمش قادرين نذكرها، لأن هي مفيش قطاع على بعض النهاردة طالما السمة كانت الارتفاع، فكان نقدر نقول القطاعات اللي هي ارتفعت بشكل أبرز النهاردة زي البنوك زي ما قلنا وقطاعات العقارات كانت جيدة جدا النهاردة. نعم، إذا استطعنا أن نقول، هل يمكن أن نتحدث عن هذا الارتفاع اليوم هو أو مع نهاية العام هو بداية ربما لعام جديد يمكن أن يشهد ارتفاعا في البورصة المصرية وتحسن حتى في أحوال البورصة؟ طبعا هو للأسف ما نقدرش نقول إن احنا هنكمل لبقية الشهر أو لبقية السنة احنا مرتفعين. احنا في شهر 12 هو شهر متباين جدا ما بين الارتفاعات والانخفاضات، وصعب إن يحصل فيه طفرات مرتفعة في خلال ده نظر طبعا لتقفيل المراكز الماليه للشركات. لكن في 2019 ان شاء الله مع عدم وجود اي اخبار اقتصاديه تكون سيئه، فاحنا ممكن نشوف في نشهد في ارتفاعات جيده في البورصه المصريه، لكن لنهايه السنه ممكن نشوف في تباين او اتجاه عرضي ما بين ارتفاع وانخفاض. نعم، شكرا جزيلا استاذه نجلاء فراج خبير البورصه المصريه على كل هذه التفاصيل عن الارتفاع اليوم في البورصه وعن حتى احوال البورصه في الايام القادمه. شكرا لكم مشاهدينا. شكرا جزيلا للزميلة سارية ياسين، وننهي أخبارنا بمتابعة أداء البورصات العربية على النقيض من أداء البورصة المصرية. هناك تراجع في البورصات العربية، فقط البحرين صمدت أمام هذا التراجع، موجة التراجع الكبيرة، وكان السهم الأكثر ربحا في البحرين سهم المصرف الخليجي التجاري. لكن إذا نظرنا لإغلاقات الأسواق العربية نجد أن السعودية تتراجع بربع بالمئة، الكويت 0.75%، دبي تخسر 2% تقريبا بنهاية التداولات، أبو ظبي 1% من الخسائر، مسقط تتراجع ب1% تقريبا، وقطر 0.5%.